السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا على قناتكم شهوات فلوكسيهام. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم كما غادي تلاحظوا معايا غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال المملحات اللي ممكن نحضروا بها ثلاثه المملحات وهذه العجينه هذه اللي هي اقتصاديه وعجينه سحريه اللي فوالا اللي غادي تعجبكم ان شاء الله. العجينه اللي هي كتجي هشيشه كتجي رطبه وممكن نحضروا بها، يعني انا حضرت بها ثلاث مملحات، ممكن تحضروا بها اكثر من طبيعه الحال الا بغيتوا. فوالا اليوم غادي تشاهدوا معايا، درت معكم خبيزه تاع همبرغر ودرت معكم هذوك خبيزات اللي غتشوفوهم معايا في هاد الوصفه تاع اليوم، كيجيو طويلين على شكل دي ميني باغيت. وغادي نحضروا بنفس العجينه دي ميني بيتزا، وانا متيقنه يعني من غادي تحضروا هاد الوصفه هذه غادي تعجبكم بزاف وما غاديش تبقاو تستغناو عليها في جميع المناسبات، مثلا في يعني في رمضان في عيد ميلادات، يعني بغيتو ديروهم غير هكا لولادكم. انا في صراحه هاد سيرتو هاد ميني همبرغر كنديرو ديما كنحضرو لولادي، كنحضر كميه اللي كتكون لا باس بها وكنديرها في كونجيلاتور، وكل مره في ما كنبغي باش نحضر ليهم يعني دي ساندويتش تاع همبرغر كنجبدهم وكنديرهم في الفور ديريكت، ميم با 5 دقائق كيكونوا موجودين. فهاديك الاثناء كنكون كنحضر الكفته وهداك الشيء اللي كنعمرو به لي ساندويتش. ودابا غادي نبدا معكم على بركه الله الوصفه. هنايا كنحتاجو، درت هنايا كيلو تاع الدقيق من نوعيه ولا من النوع الممتاز، يعني لا فارين اللي كتكون ممتازه زوينه. هنايا كنحتاجو كاس صغير تاع زيت المائده العاديه، وكنحتاجو هنايا كندير هنايا جوج معالق كبار تاع حليب بودره نيدو ولا اي ماركه اخرى، وكنحتاجو جوج معالق كبار تا هما تاع سكر سنيده، وكنحتاجو جوج معالق كبار تاع الزبده، جوج معالق كبار تاع الخميره، وكنحتاجو القليل من الملح والماء. الماء اللي كيكون دافي، يعني نتوما عينكم ميزانكم غادي تشوفوا الجهد اللي غادي يجمعها، نتوما غادي تشوفوا معايا. وهنايا اللي زوين في هاد العجينه هذه يعني كنديرو كل شيء في مره واحده، يعني الدقيق الحليب الزيت كنديروا الملحه كنديروا السكر وكندير القليل من الخل. ما عقلتش واش قلتها لكم ولا لا، ولكن كنضيفوا شي شويه تاع الخل، هو اللي كيساعد على ديك العجينه باش كتنتفخ، يعني الخليط تاع السكر والخل يعني كيساعد العجينه باش كتجيني تهشيشه وكتنتفخ دغيا، وشويه تاع الملحه. غادي نخلي الزبده حتى الاخير عاد غادي نديرها. هنايا كنمزج هاد العناصر هادي بعضياتها حتى كيتمزجوا شي شويه، عاد كنبقى نضيف الماء شويه بشويه. هنايا درت انايا تقريبا نصف لتر يعني، وزدت واحد شي شويش، زدت غير واحد شويه ماشي بزاف، وانتم عينكم ميزانكم كما كنقول لكم ديما على حسب نوعيه تاع الدقيق. فوالا هنايا كما كتشاهدوا معايا كندير هنايا قليل من الماء، يعني شويه بشويه بغيت نقول، ما شويه بشويه ما كنديروش مره واحده بطبيعه الحال باش ما تجيناش مطلوقه بزاف، نتوما تشوفوا عينكم ميزانكم. وهنايا من بعد ما تجمع داك الخليط تاعنا وخليناها دارت شي شويه واحد 3 تاع الدقائق، كنزيد هنايا الزبده وكنخليها يعني كتعلك مزيان، وكما كتشاهدوا معايا جات على هذا الشكل هذا، يعني كتجي ما ثقيله ما خفيفه، كتجي بين وبين. وكنخليوها هنايا كتخمر، هنايا خليتها واحد نص ساعه غطيت عليها، وهنايا غادي نرجع باش غادي نحيدها من هذا البول هذا، غادي نخويوها من لي غاز، وغادي نقسمها على ثلاثه كما غتشاهدوا معايا. غادي نقسمها على ثلاثة، وهذا هو يعني هذه المملحة الأولى اللي غادي ندير بها لي همبرغر كما غادي تشاهدوا معايا. درت هنايا الميزان باش يجوني فحال فحال، درت فيهم 23 غرام باش كيجيو على شكل واحد، كيجيو زوينين. إلا بغيتو ديروهم زعما عينكم ميزانكم كيبقى ليكم الاختيار، ولكن أنا كنت غادي نديرهم لواحد المناسبة اللي فايت لي، شاركت معكم شاركت معكم الحفل تاع 7 شهور كنظن. فوالا هنايا من بعد ما صايبت دوك لي همبرغر حطيتهم في اللاطا وخليتهم كيرتاحوا شي شويه، جيت هنايا وكنصايب هادو لي ميني باغيت، هما نفس الامر
كما كتشاهدوا معايا كنطلقهم بحال هكذا. هنا راه كنصور معكم وكنخدم او ميم طون، كنت مزروبه يعني ما حطيتش التليفون في يعني في لو سيبور تاعو. فوالا كنطلقها ومن بعد كنجي كنجمعها بحال هكا وكنخدمها، يعني كتجي بحال هكا بحال شكل باكيت، دي ميني باكيت، ودرت فيهم حتى هما 23 غرام باش يجي الشكل تاعهم واحد، كيجيو زوينين هكذا في البلاطو، ما كيجيش شي كبير شي صغير. كنحاولوا نعطيوهم نفس الحجم كيكون احسن. وغادي نبقى على هكا حتى غادي نكمل هاد العجين هادي. وهنايا غادي نرجعوا العجينه الاولى تاع خبيزات ولا همبرغر من بعد ما خمرات. درت هنايا المح تاع البيض، درت جوج محوحات تاع البيض، ودرت معاهم القليل من نسكافيه وشويش تاع الخل، خلطتهم مزيان ودهنت لهم وجههم من الفوق، ودرت لهم هنايا زنجلان، وهاد لي ميني باغيت تاعهم دهنتهم بنفس الخليط، ودرت لهم هنايا فلاكون دافوان وحبه سوداء، ما عقلتش شنو كنقولهم بالعربيه. مهم اي حاجه ممكن تزينوا بها من الفوق، يعني كيبقى لكم الاختيار، ممكن ديروا زنجلان حتى هو، ولا ممكن ديروا حبه سوداء اللي عندكم غادي تزينوا به. وفوالا هنايا من بعد ما درتهم في الفرن على درجه 180 خليتهم طابوا من التحت طابوا، عاد هزيتهم للفوق وفوالا، وخليتهم شي شويه يتحمروا كيجيو على هذا الشكل هذا. من بعد هنايا كنقسمهم، يعني كنوريكم فاش كنقسمهم كيجيو عشاش. هنا غنوريكم العجينه الثالثه اللي غادي نحضر بها البيتزا. فوالا كنشدوها كنقطعوها يعني بالكاسولة ولا بشي قرص عندكم دائري، كديروهم على شكل ميني بيتزا وكتقبوهم حتى هما ساهلين، كتدخلوهم الفرن كيطيبو غير نص طيبه. ومن بعد كيما قلت لكم فاش كيديروهم نص طيبه كنحضروا لاصوص تاع طوماط، وكنديروا لي طوماط. انايا درت هنايا الطون، ودرت فرماج غابي، ودرت الزيتون، ودرت لهم اعشاب من السيما، ودرت لهم الزيت يعني زيت البلدية ضروري كنأكد عليها كتكون في لاصوص طوماط باش كتعطي واحد المذاق زوين. واللي بغى طريقة كي كنحضر لاصوص تاع بيتزا ولا طريقة تاع بيتزا ممكن يدخل عندي القناة، راني مشاركة معكم كنضم عدة وصفات تاع بيتزا. فوالا هنايا هادي الحشوة باش غادي نعمرو لي ميني همبرغر ولي ميني باغيت. هادي تاع ميني باغيت دابا اللي كتشاهدوا معايا. هنايا درت الكروفيت، ودرت فخوماج لافاش كيري، ودرت فخوماج غابي، ودرت القليل من القشطه الطريه، وشويه تاع الاعشاب من السيما، وشويه الملحه الابزار، والثوم، الثوم اللي كتكون بودره الا عندكم، ما عندكمش غير الاخرى يعني تقليوها شي شويه في الزيت البلديه يستحسن. ودرت معاهم نصف تاع باذنجان ولا الدنجال مشوي، يعني حتى هو جليه كرازي بلا فورشيت يعني معسو مزيان، وخلطت الجميع كما كتشاهدوا معايا. انا درت هذه الحشوه، ولكن ممكن ديروا الحشوه اللي بغيتو، ممكن ديروا دي سوسيس، ديروا مرغاز، ديروا يعني الحشوه اللي تعجبكم. بما انايا هنايا هاد لي همبرغر درت ليهم الكفته، والاخرين درت ليهم كروفيت لي ميني باغيت، ولي بيتزا درت ليهم الطون يعني باش كيجيو مملحات مختلفين كل حاجه بلوغو تاعها. وهنايا عمرت هاد الخبيزات هادو الطريقه العاديه تاعنا، كيتشوب ولا سالاد فيرت والكفته وفرماج كاري ومايونيز، عاوتاني كندهنوا بها الفوق تاع الهمبرغر وصافي. وكنديرهم على هذا الشكل. انايا درتهم في هاد الطاوات هادو، انا كنت غادي نديهم معايا، ودرت لهم السلوفان باش كيبقاو رطيين، ومن الاحسن تصايبوهم النهار اللي غادي يعني اللي غادي تقدموهم الا كان ممكن. ما كانش ممكن يعني ديروهم في الليله، يعني ما تفوتوش ليله عليهم، ديروا لهم السلوفان وديروهم في الثلاجه كيبقاو زوينين. سينو راه ممكن ديروا غير الخبز و يعني العجينه بعد ما تحضروها طيبوها ديروها في الكونجيلاتور وكتجبدوها وكتعمروها باش ما بغيتو الوقيته اللي بغيتو، يعني كتجبدوها سوغ بلاص كتبقى مزيانه. وفوالا هنايا كنشارك معكم هاد الطبيله هادي اللي فايت لي، مشاركه معكم في فيديو سابق. دابا نخلي لكم الفيديو اللي شاركته معكم هنايا تاع 7 شهور، الا بقيت عاقله والله ما عقلت واش 7 شهور هادي ولا الحنه تاع بنت خالتي الله يحفظ ليها وليداتها والله يخليها لماماها والله يحفظكم نتوما ويسهل عليكم وربي يعطيكم اللي تمنيتو ان شاء الله على شله. فوالا هذا هو الشكل تاعهم بعد يعني ما حطيناهم في هاد لي زاسيات هادو، كيجيو زوينين كيجيو فتيين.
وكيعجبو الصغار والكبار، يعني الدراري الصغار كيحماقوا عليهم. كما قلت لكم كيجيو بحال مشريين فريمون، وكاين اللي شافهم ما يسحبليش راهم مصايبين. لان كما قلت لكم كيجيو طيبين وشيشين. المهم غادي نبقى نشكر فيهم حتى الغدا. المهم كنتمنى يا ربي تشاركوهم وتشاركوا معايا التجربه تاعكم وتقولوا لي كيف جاوكم. كما قلت لكم هي عجينه اللي هي اقتصاديه وكتخرجي منها شحال من حاجه بغيتي. انا درت هنايا ثلاثه المملحات، ممكن ديروا اربعه حتى الخمسة، يعني من طبيعه الحال ما غاديش تجي كونتيتي كبيره، لان غادي ديروا يعني بزاف. مهم يعني جربوها وردوا ليا. وان شاء الله نتمنى هذا الفيديو هذا يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك. كنقول لكم تهلاو فراسكم وبسلام عليكم.